مرحبا، اليوم راح أسوي تحدي اسمه تحدي التايد. هذا التحدي سووه يوتيوبرز أجانب، وهم كانوا مسويه لأنه هو دعاية لشركة تايد. شركة تايد يعني دفعت لهم فلوس وخلتهم يسوون هذا التحدي، إنه يجيبون قميص من قمصانهم المفضلة وحطون ببقع زيوت وشوكولاتة وهالأشياء، وبعدين يغسلون القميص بالتايد، والمفروض القميص يعني يتخلص من كل هاي البقع. فهذا كان هو التحدي، بس أنا راح أسوي هذا التحدي بدون ما التايد يعني تدفع لي فلوس أو أي شيء. صراحة أنا شاكة بالنتيجة، لأنه ما أعرف يعني ما أتصور إنه الزيت أو الشوكولاتة ممكن تروح يعني، أو الرمان مثلا. صراحة أجرب هذا التحدي وراح نشوف إذا راحت البقع لو لا. أتمنى تروح. جبت لكم قميص يعني أو بلوزة، جبت لكم هاي البلوزة راح أسوي بها التحدي. هي صار لها سنين عندي يعني، وأنا حسيت نفسي هسه يعني إنه خلاص ماكو داعي أظل ألبس بها، إنه صارت قديمة خلاص. فراح أسوي بها التحدي. هي مو أفضل قميص عندي، هم سووا بأفضل قميص عندهم اليوتيوبرز الأجانب، بس أنا راح أسوي بهذا لأنه شاكة بالنتيجة، شاكة إنه راح يعني البقع تروح. فيلا شوفوا هسه التحدي راح اسويه. راح احط بقع على هذا، بعد ما البقعة تثبت عليه راح نغسله، ما راح نغسله رأسا زين. ويلا بعد ما نخلص التحدي يعني راح اشوفكم. هنا مثل ما تشوفون جبت بودينج الشوكولاتة وحطيته على هذا القميص، حطيت شوية ماي حتى يلزق بالقميص، وهنا جبت معجون طماطة، وهنا جبت آيس كريم ولطخت هاي الأشياء بالقميص. هذا هو شكل القميص بعد ما لطخته بالأشياء. راح أتركه 12 ساعة، وبعد 12 ساعة جبته وحطيته بالغسالة، وحطيت هذا الشيء اللي ما أعرف شو اسمه، المهم تايد، حطيت وياه تايد وغسلته. مستعدين تشوفون النتيجة؟ لم طلعتها من الغسالة؟ بسم الله، شوفوا أوه ماي جاد، ولا بقعة. بس تعرفون شنو، أنا خليتها لمدة 12 ساعة. يمكن لو خليتها أكثر كان حصلنا نتيجة دقيقة أكثر، ما أعرف، بس يعني ليش عجبني يعني. راح أجربها ويا ملابسي الثانية اللي بيها بقعة، وراح نشوف شنو يعني، راح أشوف شنو يصير. إذا تريدون نسوي تجربة ثانية نفس القميص، نحط عليه أشياء ونخليها لمدة مثلا شهر، وبعد شهر نغسلها ونشوف شنو النتيجة، حتى ناخذ نتيجة صدق صدق مضبوطة. كتبوا لي بالتعليقات إذا تريدون نسوي هاي التجربة، لأن البقعة جديدة يمكن فشالتها يعني، أو يمكن فعلا تايد عنده خصائص يعني تشيل البقع مثل ما هم يقولون، ما أعرف بصراحة. أنا مستغربة من النتيجة يعني، 12 ساعة خليتها البقعة، خليتها 12 ساعة بعدين غسلتها وبعدين نظفت على الأخير يعني. الحمد لله يعني إنه هذا هاي البلوزة نظفت، راح أقدر ألبسها مرة ثانية يعني. كنت يعني أريد أذبها إنه خلاص صارت بها بقع يعني، عبالي ما راح تنظف. أتمنى هاي التجربة تكون عجبتكم، بس أنتي حبيت أسوي شيء لطيف وخفيف وظريف يعني نختبره أنا وأنتوا سوا. مو دعاية هاي أبداً، مو دعاية أبداً، مو دعاية لتايد، بس مجرد إنه كان عندي فضول أشوف فعلاً يعني هذا الشيء صحيح، إنه كانوا اليوتيوبرز الأجانب يلطخون أشياءهم بالشوكولاتة وهاي الأشياء، وبعدين يجيبون الشيء هذا قطعة الملابس يعني وغسلوها بتايد وكانت تنظف يعني. فكنت أستغرب من هذا الشيء، هذا اللي هو هيك يعني مثل بلاستيك وبي ما أدري أشياء برتقالية وأشياء زرقاء وأشياء هنا بيضة. فكان يعني على هذا بالذات يعني، مو تايد اللي هم متعودين عليه اللي هو بودرة. فما أعرف، جربوها أنتوا هاي التجربة بالبيت، أتمنى تنجح وياكم. المرة الجاية إذا تريدون نسوي هاي التجربة نجيب القميص ونوسخه ونخليه شهر كامل وهو بالبقع مالته، وبعد الشهر نبدي نغسله ونشوف إذا فعلا تايد راح يشيل هاي البقع المستعصية اللي صار لها شهر كامل لو لا. إذا تريدون نسوي هاي التجربة كتبوا لي بالتعليقات، وإذا أنتم مشتركين بقناتي ضغطوا على الزر الأحمر زر الاشتراك حتى تشتركون بقناتي، ولا تنسون تنطون هذا الفيديو لايك كلش 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 كبير، هالكبرى 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 بقد الدنيا كلها بقد العالم لايك. وأشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي، مع السلامة.